اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. كرحب بكم من جديد فيديو جديد ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحة والسلامة وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد المنتوجات والابتكارات والاشياء المدهشة للمنزل، افكار وحية لاستغلال الاماكن ضيقة للحمام والمطبخ والمنزل ككل، منظمات واجهزة وابتكارات اللي غتسهل الحياة اليومية. ففيديو اكثر من اليومية، فخليكم مع تتمة الفيديو الى الاخر. وقبل ما نبدا الفيديو كنتمنى من اللي اول مره كيشاهد القناه انه يشرفني بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبله باذن الله. طبعا ما تنساوش لي لايك، فهي مهمه جدا للفيديو باش هكا يقدر الفيديو يطلع ويتشاف الناس اللي مهتمين بهاد المنتوجات، وايضا كتشجيع ليا باش انني نستمر في هذا المحتوى. شكرا لكم بزاف على المتابعه والدعم. فبالنسبه لهنايا عندنا واحد الاداه ديال السيليكون اللي جد مبتكره اللي كتوصل للاماكن اللي كتكون صعيبه في التنظيف ديال التواليت. فايضا هنايا عندنا واحد الطقم ديال التوابل اللي يمكن لكم انكم تبتوه في الحائط، فهكذا ما كياخذش واحد المساحه اللي هي كبيره وتكون قريب لكم باش انكم تهزوا منه. كذلك هنايا عندنا واحد الكوفرلي اللي هو جد ممتاز للاطفال، كذلك كيوريكم كيفاش انكم تقدروا تطويوه، فشوفوا معايا الطريقه اللي سهله جدا. كذلك ندوزوا لترتيب وتنظيم الدولاب، فهاد العلاقات اللي جد مبتكره ايضا بواحد التصميم اللي هو جديد، شوفوا معايا الطريقه اللي جد عمليه، هكا كتوفر لكم ايضا مساحه اضافيه. ندوزو كذلك هنا عندنا واحد التوشيه لواحد الاداه اللي كتلصق في الحائط، كذلك يمكن لكم تنزلوا فيها كحويجات اللي تيكونوا صغارين او خفافين. كذلك هنايا عندنا واحد الاداه ديال تقشير السمك. وندوزو نشوفوا هذا الجهاز اللي جد مبتكر في تحضير الماكولات، فيمكن لكم انكم تحضروا اكثر من اكله في ان واحد، فهو ايضا يصلح الناس اللي كتكون هكا ما عندهاش واحد الوقت طويل. ايضا هنايا من الورق اللاصق اللي دار واحد الضجه رائجه في البيع ديال الاسواق ديالهم، فهاد الملصقات سواء الارضيات او الحائط فهي متوفره في جميع الاشكال والاحجام. كذلك هنا عندنا واحد الجهاز، جهاز اللي جد مبتكر ايضا باش انكم تحنوا فيه التوابل او الارز وغير ذلك. وندوزو نشوفو هاد الفكرة ديال الأداة اللي جد ممتازة اللي كتمنع أن الشخص يفتح لكم الباب. كذلك هنايا عندنا مكبر الشاشة وأيضا حامل للمناديل. وندوزو نشوفو الفكرة ديال هاد الفرشات اللي جد مبتكرة، فهاد الفرشات واحد التصميم اللي جد مختلف اللي كتسهل عليكم بانها تنظف الاحذيه، كذلك كتحافظ على الجوده ديالها، فهكا ما تخافوش انها تقدر تضيع لكم الاحذيه، كذلك انكم تقدروا تنظفوا بها. فكما كتشاهدوا معايا ايضا فهي كتوصل الاماكن اللي كتكون هكذا صعيبه. وندوزو نشوفوا ايضا هاد العلاقه اللي علاقه جد مبتكره وفكرتها جد رائعه، كذلك انها كتلصق في اي قنت بغيتو سواء الحمام او المطبخ. كذلك هنا عندنا واحد الممسحه اللي جد رائعه، فكتمسح بواحد الشكل اللي جد رهيب، كذلك انها كتعصر بواحد الطريقه اللي سهله. ايضا عندنا هذا البانيو فكره اللي جد رائعه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البانيوات، فهذا كبديل لهم، فيمكن لكم انكم تستعملوه. ف يمكن لكم ايضا كي تطوى وما كياخدش واحد المساحه اللي هي كبيره، فشي حاجه اللي هي ايضا مميزه في هاد المنظمات اللي خرجت جديده. كذلك هنايا عندنا هاد البلاستيكات الفراشات بالنسبه للحمام، فكتمنع انكم باش انكم تزلقوا. ايضا هنايا عندنا واحد العلاقه اللي كتثبتوا فيها البلاستيكه. وندوزو كذلك بالنسبه لهذا الحامل ديال الهاتف، فهكا كيسهل عليكم انكم تحكموا فيه بطريقه اللي سهله. كذلك هنايا عندنا واحد الاختراع اللي هو جديد، شوفوا معايا الطريقه ديال هاد الجهاز، كذلك هاد بالنسبه لهاد لافابو او الحوض، فشي حاجه اللي هي جد مبتكره وايضا شي حاجه اللي هي جديده،
فكاينين الناس اللي كيكونوا مازال ما عارفينش هاد المنتوجات اللي خرجات، فكنتمنى انني نكون كنوصل لكم هاد الاشياء اللي جد رائعه واللي كتسهل ايضا الحياه اليوميه خصوصا للمراه. فكنتمنى ايضا انني نقدر انني نساعدكم باش نوفر لكم هاد الاشياء في البلدان ديالكم. ف بالنسبه لهاد المنتوجات اللي جد ممتازه اللي غتعشقها طبعا كل سيده باش انها توفر عليها وتكون في المنزل ديالها، فيمكن لكم انكم تدخلوا لعلي اكسبريس او امازون فغتلقاو جميع المنتوجات الموجوده في الفيديو هناك، فتقدروا انكم تطلبوا المنتوج اللي بغيتم ويوصل لكم حتى المنازل ديالكم. ايضا فهم متوفرين في جميع البلدان سواء عربيه او اجنبيه، انا اي فيديو كنزل لكم المعلومات فين تقدروا انكم تلقاوهم، فما عليكم الا تكملوا الفيديو حتى الاخير. طبعا الناس اللي موجوده بالمغرب فخليوا لي تعليق لتحت وانا نزل لكم الصفحه ديال بيع هاد المنتوجات. وعلى العموم راهم متوفرين على جروبات على الفيسبوك على صفحات تيليجرام، كاينين في الاسواق العاديه، كاينين لي منتوجات اللي عاد خرجت حصريا تقدروا انكم تلقاوهم كما قلت لكم في المواقع اللي ذكرت من قبل. شوفوا معايا ايضا بالنسبه هاد العلب ديال بالنسبه انكم تنزلوا فيهم السوائل فهما شي حاجه اللي هي جد رائعه. كذلك شوفوا معايا هاد الاداه بالنسبه للباب فهي كتمنى انكم تخسروا هكذا الحيط لا سمح الله الباب تدفع بواحد القوه. كذلك هنايا عندنا واحد الاداه اللي كتثبت هكذا فيمكن لكم انكم تمضيو فيها عفوا الماس. كذلك هنايا عندنا واحد الادوات اللي جد مبتكره فيمكن لكم ايضا تقشروا بها الخضار كاداه اللي يمكن لكم تقطعوا بها ايضا بالنسبه كما شفتوا معايا الاوراق. ايضا هنايا عندنا واحد الفرشاه ديال السيليكون فرشات ايضا شوفوا معايا اللي كتسهل انها باش تنظف لكم سواء الاغطيه او انها تنظف لكم ايضا الملابس كما كتشاهدوا معايا. ف منتوجات متعددة الاستعمالات فهما فقط كيعطيكم ريفيو على هاد الاشياء. كذلك شوفوا معايا ايضا بالنسبه لهاد الاشياء اللي كتجمع الكركبه سواء الالعاب او غير ذلك. كذلك هنايا اداه لتقطيع الخضر والفواكه فكرتها اللي جد رائعه، فاشياء اللي ايضا كتساعدنا في التنظيم والترتيب اليومي. ايضا هنا عندنا علبه، كذلك هاد العلب فهي ايضا كتوفر على واحد الضاغطه هكذا كتقلص وكتولي بواحد الحجم اللي هو صغير. فكما كتشاهدوا معايا منتوجات ايضا اللي يمكن لكم انكم تاخذوها معكم ثم خارجين. كذلك هنايا فكره ديال هاد الجهاز اللي جد مبتكره في تحضير سواء مشروبات ديال الاعشاب او تحضير الشاي بواحد الطريقه اللي جد مختلفه تماما. كذلك هنايا عندنا واحد الاداه اللي هي يمكن لكم انكم تهزوا بها الحاجات اللي كتكون سخونه فايضا كتوفر على واحد المصفات. كذلك ايضا هنايا عندنا واحد الاداه اللي يمكن لكم انكم تبتوها في الحائط وتوضعوا فيها البلاستيكات وندوزوا بالنسبه للحمام. فهاد التوشيات اللي كتجمع الكركبه والروينه سواء الحمام او المطبخ. كذلك هنايا عندنا واحد الجهاز او الاداه لتقشير الخضر او تقطيع الخضر والفواكه. كذلك هنا عندنا علاقه يمكن لكم انكم تثبتوها في اي قنت تبغيتو. وندوزو نشوفو ايضا بالنسبه لهاد الادوات ديال البلاستيك اللي كتعملوا فيها فواصل بالنسبه للمجوره هكا كتنظمهم لكم. ايضا معنا هاد الاداه الناس اللي كتعمل وصفات ديال المعجنات. ايضا هنايا عندنا واحد العلبه اللي يمكن لكم توضعوا فيها المعالق الفرشات السكاكين، ايضا يمكن لكم توضعوا فيها الفرشات معجون الاسنان. كذلك هنايا واحد الجهاز اللي
ان اللي كيعقم في نفس الوقت. فجهاز اللي جد مبتكر ايضا، فكره اللي جد رائعه بالنسبه لتركيب ديال راس ديال السنسله. كذلك هنايا عندنا واحد الاداه او علاقه اللي يمكن لكم تعلقوا فيها صنيدلات او الاحذيه سواء في الحمام او في الباب. كذلك هنا عندنا واحد صندوق اللي جد عملي ديال لاكوبيل اللي كتثبت هكذا في البلاكار، فهكا كيكون قريب ليكم نتوما كتنقاو الخضره او الخضر، فاشياء اللي كتسهل الحياه اليوميه. ايضا هنايا عندنا هاد الملصقات اللي ملصقات جد فعاله، فهكا يمكن لكم تلصقوا فيها المنتوجات اللي كتاخذوا. ايضا شوفوا معايا بالنسبه ايضا اللوحه او اشياء اللي يمكن لكم انكم تعلقوها، فهاد شريط اللاصق فهو قوي جدا. كذلك هنايا عندنا بالنسبه للحامل ديال النباتات، هكا يمكن لكم توضعوهم في النوافذ او في البالكون، ايضا فكره اللي جد رائعه بالنسبه لهاد البلاستيكات اللي تيكونوا مقسمين ديال لاغلاس، فشي حاجه اللي ايضا ممتازه. وندوزو نشوفوا الافكار بالنسبه لتزيين السيارات بالاضواء، فهاد الاضواء تعطيك واحد المتعه رائعه. كذلك هنايا عندنا واحد العلبه ديال الاطفال يمكن لكم انكم توضعوا فيهم الالعاب، كذلك ندخلوا لهنايا الجوله ديال هذا المنزل اللي عرضت عليكم هذه الاشياء اللي كتسهل الحياه اليوميه، فهي موجوده ايضا في هذا المنزل اللي جد رائع. ايضا كيوريونا بالنسبه للديكور او التصميمات او الديكورات بالنسبه للاثاث، فشي حاجه اللي هي جديده وجد مبتكره واللي كتسهل الحياه اليوميه. فكنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وانكم تكونوا استمتعتوا معايا، وانني نقدر انني نكون فدتكم ولو بالقليل. فما تنساوش اللايك للفيديو طبعا، والاشتراك اللي مازال ما اشتركش، وبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم فائده. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، والدام نتلاقاو فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.